السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل امبارح خوسيه مانويل ألباريس وزير الخارجيه والاتحاد الاوروبي والتعاون الاسباني والوفد المرافق له. اللقاء تناول الاوضاع الاقليميه الراهنه وتطوراتها. كمان امبارح السيد الرئيس استقبل وزير الخارجيه الايراني عباس عراقجي. اللقاء ركز بشكل كبير على استعراض التطورات الجاريه بالمنطقه. خلونا نشوف اهم الاخبار اللي حصلت امبارح مع حضراتكم في سياق العرض اللي جاي. أخبار كتير حصلت امبارح، من بينها إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل خوسيه مانويل ألباريس وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني والوفد المرافق له. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول الأوضاع الإقليمية الراهنة وتطوراتها، وثمن الرئيس المواقف الإسبانية الإيجابية من قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وهو ما ينعكس في التنسيق المستمر بين قيادتي الدولتين والرؤية المشتركة اللي بتجمعهم من أجل تحقيق السلام في المنطقة. أيضاً تناول اللقاء تأكيد وعمق العلاقات الثنائية المتميزة وسبل تعزيزها ودفعها إلى آفاق أرحب، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية. وأكد الجانب الأسباني في هذا السياق حرصه على تعزيز مشاركته في عملية التنمية اللي بتشهدها مصر من خلال دور الشركات الإسبانية في العديد من القطاعات، ومن بينها التصنيع والزراعة والنقل، وده بما يعود بالنفع على الشعبين المصري والأسباني الصديقين. امبارح أيضاً استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير أحمد فهمي أن اللقاء ركز على استعراض التطورات الجارية بالمنطقة، وأكد الرئيس الموقف المصري الداعي لعدم توسع دائرة الصراع وضرورة وقف التصعيد للحيلولة دون الانزلاق لحرب إقليمية شاملة هتكون ذات تداعيات خطيرة على أمن ومقدرات جميع دول وشعوب المنطقة. وأكد الرئيس في هذا السياق ضرورة استمرار وتكثيف الجهود الدولية الرامية لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان ووقف الانتهاكات والاعتداءات في الضفة الغربية وإنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة والكافية لإنهاء المعاناة المتفاقمة للمدنيين. امبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء موقف توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وأكد مدبولي أهمية المتابعة الحثيثة لجهود توفير الدواء في السوق المصرية آخذاً في الاعتبار ما تحقق من نجاح في هذا الخصوص، ولافتاً إلى أن الإجراءات اللي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية أسهمت في إنهاء مشكلة نقص الدواء بصورة كبيرة والعودة لمرحلة ما قبل نقص الدواء. وأكد رئيس الوزراء أيضاً حرص الدولة على توفير الموارد اللازمة لهيئة الشراء الموحد من أجل تلبية احتياجات القطاع الطبي بشكل عام، وده في إطار الأولوية اللي بتمنحها الدولة لقطاع الصحة كأحد الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين. أيضاً امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع بشأن وضع تصور للمنظومة الشاملة للإقراض الصغير ومتناهي الصغر، وأكد رئيس مجلس الوزراء في بداية الاجتماع أهمية وضع تصور للمنظومة الشاملة للإقراض الصغير ومتناهي الصغر، لا سيما في ضوء زي تجربة بنغلاديش اللي أسهمت بدورها في تحقيق طفرة تنموية أشادت بها المؤسسات الدولية. وأكد رئيس الوزراء مجدداً أهمية التنسيق بين الجهات المعنية في ظل وجود بنية تحتية ناجحة لدى مصر لتطبيق منظومة متكاملة في إطار مبادرة جديدة تتبناها الدولة. وجه وزيرة التضامن الاجتماعي لكي تتولى التنسيق بين تلك الجهات لوضع مقترح لمنظومة متكاملة تمثل مبادرة جديدة للدولة. كمان امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع الربط الكهربائي المصري السعودي، وأكد مدبولي على الأولوية القصوى اللي بتوليها الحكومة المصرية للعمل على انتهاء المرحلة الأولى للمشروع في التوقيت المحدد خلال شهر مايو القادم بحجم 1500 ميجا وات، وفور الانتهاء من المرحلة الأولى البدء في المرحلة الثانية بحجم 1500 ميجا وات أخرى. وأوضح رئيس الوزراء أنه تم التأكيد على تنفيذ المشروع وفق التوقيتات المحددة خلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان للقاهرة. امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وده في إطار المتابعة الدورية لنتائج أعمال الهيئة والمشروعات اللي بتنفذها وعدد من ملفات العمل. واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى الاهتمام الكبير اللي بتمنحه الدولة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في إطار الاستراتيجية التي تنتهجها الدولة لدعم قطاع الصناعة باعتباره أحد القطاعات الواعدة التي يرتكز عليها الاقتصاد المصري تلبية لاحتياجات السوق المحلية والتصدير للخارج.
وأكد مدبولي اهتمام الحكومة باتخاذ الإجراءات والخطوات التنفيذية التي من شأنها دعم الاتجاه لتوطين عدد من الصناعات المهمة زي مكونات صناعة الطاقة الجديدة والمتجددة والسيارات، لا سيما السيارات الكهربائية.